والله هو اكيد يعني نظريا لما يتم فتح المواني وفتح المواني وتم عمليه التصدير، المفروض ان كانت احنا المشكله الاساسيه عدم وجود العمله في اقفال المواني. الان العمليه تاخذ الدوره بتاعها تقريبا 40 يوم، وبعد خروج الشحنه تنزل السيوله لحسابات شركه الاستثمار الخارجيه ثم تحول للمصرف الليبي المركزي. يعني المفروض ان تخش العمله تخش في الدوره الماليه، وبالتالي تنحل مشكله، على الاقل تنحل لنا جزء من مشكله السيوله. نعم في الحاله الطبيعيه، الواقع الواقع نعم. الان الى حد الان لم يحدث شيء، هناك ايدي خفيه في الموضوع. فتح التصدير الوضع ازداد سوءا، يعني حتى مشكلة السيولة، يعني لو فرضنا حتى مشكلة السيولة نقول هي كانت في الأول ممكن كانت مشكلة واقعية، لكن الآن أصبحت يعني زي ما نقول قلب السحر على الساحر، حتى لو هي افتعلت ولكن مفتعلة ولكن أصبحت الآن كابوس، أزمة أصبحت. نعم. ففي أيدي خفية في الموضوع، ما لازال المنطق والاقتصاد أول ما تبدأ الصرف، أول ما يبدأ الفتح على الأقل في المقابل ينزل سعر الصرف، تفتح بوادر افراز في الاجمع من ناحيه السيوله، ولكن ما نلاحظه الان زياده سعر. طيب.